حبايبي حبايبي، نبدا بقى النهارده، نبدا نحل الهوم ورك بتاع الحصه اللي فاتت. طب ايه رايكم ناخد الهوم ورك الجديد الاول؟ الهوم ورك الجديد يا جماعه عندك على الفوكابلري، يعني بيج الصفحه دي، بيج من اول 145، ده الهوم ورك، الهوم ورك الجديد. من بيج 145 الى اللي ايه بقى، لسه كتير. الى 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 عيش حياتك، حل كتير، مش هتتعب في الانجليش والله، عايز حل كتير والله، ما عايز مذاكره، وهتحل الترجمه دي كمان، عندك كميه ترجمات مش طبيعيه. حل يا حبيبي، من 145 الى 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 154. الواجب بتاع 145 ل 154 ده كان هوم ورك بقى المره اللي فاتت على الجرامر، ده كان الهوم ورك بتاع الحصه اللي فاتت. وهتحل من ضمن على الهوم ورك يا جماعه، تحل التست فيت في الاخر تيست، وتحلي لي اللونج مان وجريده الجمهوريه على الفوكابلري يونت 3. وانتوا عارفين الموجود، موجود الكتاب اسمه اديشنال اكسرسايزز، تحل اللونج مان وتحل جريده الجمهوريه على الفوكابلري بتاع يونت 3. تعالى يا جماعه، ده كان واجب عندنا الحصه اللي فاتت على اشكال المستقبل. اول جمله وي كانت يوز، مش هنقدر نستعمل كلاس روم، كلاس روم اللي هو الكلاس روم 5 تومورو. ازاي نقط ذا وولز؟ ازاي نقط ذا وولز؟ ويل بينت ولا ويل هاف بينتد ولا ار بينتنج؟ قلنا قبل كده طالما جابك الجمله فيها كانت، تستعمل حاجه من الاثنين، يا تستعمل بريزنت كونتينوس مضارع مستمر، يا تستعمل ويل مستقبل مستمر. يعني احنا مش قادر نستعمل كلاس روم 5 بكره لان مرتبين لحاجه ثانيه، دي ار بينتنج. طب بس لو في، لو في ويل بي بينتنج تنفع برضه. It is very hot in the house، الجو حر جدا في البيت. I on the air conditioner. I'm turning ولا turn ولا will turn؟ طبعا انتم المفروض حالين، ده will turn، ده اسمه quick decision، قرار سريع خدته وقت الكلام. A lot of people are waiting for the museum، ناس كتير قوي مستنيين المتحف يفتح، ده اسمه evident، دليل. It busy today، يبقى مشغول النهارده. Will be busy، is busy، was busy، is going to be busy. التنبؤ معمول دليل، بستعمل عبارة between two، الإجابة is going to be. Number four، your bags، الحقائب بتاعتك look heavy، I you to carry them، the offering help. والوحيده بتستعمل الاوفرنج هيلب، ويل ويل هيلب ولا ام هيلبنج ولا هيلب ولا هيلبنج؟ طبعا الاجابه ويل هيلب. انا بقول بسرعه عشان المفروض حلين، انا بعمل تشيك. ذا تيشر سيز، المستر بيقول ذات وي ريليتيف كلوزس لدمار الوسط نيكست ويك. ستادي ار ستادينج ار جوينت تو ستادي، الاجابه طبعا احنا ار ستادينج، يعني احنا بقول هشرح المفروض نيكست ويك، يعني مرتب الراجل، يعني ايفري ثينج واز ارينجد. نمبر 6، ماي جراند فادر 70، السن ال 70، اون هيز نيكست بيرث داي. تركوا اي حاجه الفيوتشر فاكتس، حقائق المستقبليه اللي بتيجي على الايدج، السن والتواريخ والحاجات دي، بستعمل ويل لو فاكرين. ماي جراند فادر، ربنا يديه الصحه، الاجابه ويل بي. نمبر 7، اي ويل كول يو، انا هتصل بيك وين اي at my hotel، وين اي ارايف ولا ارايفز ولا ويل ارايف ولا ام ارايف، مهمين قوي دول يا جماعه. الرابط افتر وبيفور وين واز سون از، طالما جالي بعديهم بريزنت سيمبل او بريزنت بيرفكت يبقى تاني فيوتشر. طب هو جاب لي فيوتشر يبقى محتاج بريزنت سيمبل او بيرفكت، يجي طالب يختار لي ارايفز، ارايفز يا حمار، ده اي ما تاخدش اس، يبقى الاجابه وين اي ارايف. طب يا مثلا لو هاف ارايف كانت تنفع. ذا بريدج كوبري اكروس ذا ريفر باي نيكست جانوري، كلمة باي نيكست جانوري بحلول يناير القادم، يعني حدث هيكون اكتمل. باي يا جماعة، باي يعني، باي يعني هيكون تم خلاص، يعني باي باي، سهلة قوي. يعني ذا بريدج اكروس ذا ريفر باي نيكست جانوري، يبقى الإجابة والجملة باسيف، ويل هاف بين بيلت، هيكون اتبنى خلاص واكتمل. باي يعني باي باي يعني خلاص. وين يو جيت اوف ذا ترين، لما تنزل من القطر، اي for you by the ticket machine، جنب مكنة التذاكر.
are waiting will have waited ولا will be waiting. هكون ساعتها حدث هيكون لسه بمنتصفه، حدث هيكون مستمر، هكون ساعتها مستنيك will be waiting. By 2030 بحلول 2030 scientists will glasses on which we watch videos will have invented ولا invent ولا be inventing ولا have خلاص هيكون اكتمل will have invented بايو مدة زمنية. In 2030 in 2030 we will the same cloth دي ان غير باي حسات هكون لابسين نفس الملابس we will be wearing. Don't come around at 6 o'clock مجيش حوالي الساعة 6. I will still my homework. I will still do ولا doing ولا have done ولا be doing. I will still be doing. حدث سيكون منتصفه. مستقبل مستمر. I am sure you. A lovely time وقت جميل in Italy next year. I am sure يا جماعة غمض عينك واستعمل will. غالبا يعني. I am sure you will spend. Number 14. My sister is pregnant. بيقول لك ان اخته حبلة. حبلة يعني حامل. She a baby. يعني بطنها منتفخة. يعني في تنبؤ موجود دليل. دليل شايفه بعينيك اللي ياكلها الدود. دليل مرئي. يبقى الإجابة. She's going to have a baby. هتجيب بيبي يا جماعة. ممكن ما تجيبش بس أنا بقولها على التنبؤ. على الدليل. Don't be late. The bus leaves ولا going to leave ولا has left ولا left. At exactly 10 o'clock. Don't be late. The bus leaves. The timetable جدول مواعيد. Print simple. It is 35 degrees. درجة حرارة 35 and it is only 7 a.m. It's not very hot today. It is going to be. تنبؤ معقول دليل. They not apart next week. Everything is arranged. دي كفاية أول إنك تجيب لك am أو is أو are verb ing. افرض ما فيش am و is و are verb ing. ممكن استعمل going to على فكرة. بس جاب لي الاثنين يبقى الإجابة they are having a party. ودي وكمان كمان حاجة السوشيال اوكيشن المناسبات الاجتماعيه زي عيد ميلاد والجواز والحاجات دي everything مترتب خلاص يبقى استعمل present continuous افضل. Our last lesson اخر درس لينا نقط at 2 o'clock this afternoon ده تايم تيبل يبقى finishes. There are a lot of people في ناس كتير انضروا في الحجره. It difficult to find a chair. تنبؤ موجود دليل انت بعينك شايفه دي اللي كل الدود شايف ناس قاعدين كتير في حجره يبقى هيبقى صعب او تلاقي الكرسي. It is going to be difficult. Number 20. Look. Here is a sandstorm. في sandstorm عاصفة رملية. The window. I will close. I close. I'm going to close. I'm closing. جملة حلوة. Look. There is a sandstorm. بص كده في عاصفة. انا I am going to close يعني قبل ما يتكلم وهات قراره يعني دي قرار مسبق. Look بص في عاصفة رملية انا I am going to close يعني انا قبل ما اتكلم وهات قراري مش قرار سريع على فكرة. There are no clouds مفيش سحب in the sky ده دليل. Today I think it very hot. اللي جاء برضو it is going to be hot. هتبقى الجو حر. I feel terrible. الصفات المؤقتة تعتبر دليل. I feel terrible شعر ان انا تعبان with a severe stomach بألم شديد في المعدة. I think I am going to be sick على عكس ال personal qualities اللي clever وليزي وحاجات دي تعتبرش دليل. لكن دي صفات وقتية صفات مؤقتة مش صفات دايما. We not married next month. جواز يا جماعة ده بقى معروف. Everything was arranged. Would you like to come to the wedding? We are getting married. وش كده. I think it be hot tomorrow. تنبؤ بدون دليل. I think it will be. 25. He not work in an hour. He has arranged it. رتب الكلام ده مع البوس بتاعه خلاص. Arranged دي جيب الإخلاص على طول. Is leaving. ذا فيلم نقط اتهبط 7 ذيس ايفنينج تايم تيبل ستارتس شي ان انجينير وين شي ليف ذا متغادر يونيفرستي ذات از هير بلان
كلمة ذات سيرز بلان والامبيشن الطموحات عامة بتستعمل فيرب تو بي وجوينج تو. هي ناوية تبقى مهندسة لما تخلص الجامعة، دي خطتها is going to become تيتر سي. نمبر 28 someone is at the door، في حد على الباب. I not who it is I'm seeing ولا will see ولا I'm going to see ولا see. ده اسمه quick decision، قرارات سريعة. يبقى استعمل will see، صح يا شباب؟ will see ماشي. الإجابة will see. there is a book club meeting، في اجتماع لنادي الكتاب، لنادي الكتاب افتر سكول بعد المدرسه. اند ايفري وان، حلوه الجمله دي اصلا. ايفري وان فعل بتاعهم مفرد ولا جمع؟ ايفري وان وايفري بادي والحاجات دي، ونو وان ونو بادي الفعل بتاعهم مفرد، لكن بعض عنهم بضمير جمع زي او زم او زير. يا ترى از جوينت تو جو ولا ويل جو ولا ار جوينت تو جو ولا جو؟ طبعا ايفري وان از جوينت تو جو، الفعل بتاعهم مفرد. ذا ترين تو كايرو، قطر القاهره، از اون بلاتفورم، على رصيف 4. And it in 30 minutes. It leaves the timetable. We not a family party. مادام حفلة عائلية يبقى everything goes arranged. تغمض عينك. We are having. Take your umbrella. خد الامبريلا معاك يا بابا. Or you not wait. We'll get the three تهديد. وبستعمل will في التهديد. تحذير. He hasn't studied hard. ما ذكرش بجدية. ده دليل. I think he not. This exam is going to fail. I expect. أتوقع أن أحمد not through his exam. Is getting through. Is going to get. Will get. I expect. I wonder. I am sure. كلام ده كله بياخد will. Will get. Go and see that film. روح واتفرج على الفيلم ده. I am sure. That you it. I am sure that you will enjoy ولا are enjoying ولا are going to enjoy ولا I am sure I'm certain you will enjoy. Number 36. Look out. احترس. The rock is loose. الصخرة دي loose. Loose يعني سايبة. Loose يعني غير محكمة. Loose تيجي معنا واسع للملابس. Loose تيجي معنا فضفاض للملابس. لوز دي معنى ولد او بنت ماشي على حل شعره. مايس لوز. ات نقط اون يور هيد. از جوينت تو فول ولا ويل فول ولا از فولينج؟ معقول اقول له از فولينج بتقع وبحذره ولا علشان تقع؟ الاجابه از جوينت تو فول. ده افعال التحذير لو فاكرين. اي ثينك ات رين بيكوز ذا سكاي از ريلي دارك. السما فعلا دارك. ات از جوينت تو رين. 38. The earth is very crowded. الأرض مزدحمة جدا. People not on the moon. Are living, may live, live, are going to live. صحيح في دليل وكلام من ده. بس مش هقول are going to live. مش هيعيش في القمر كده. لا. May live. احتمال يعيش في القمر. على القمر. Watch out. احترس. The baby will fall ولا is falling ولا is going to fall. The baby is going to fall. عشان يقع. تحذير. I am sure the match. Really exciting. I am sure خلاص يا جماعة. Will be. I have decided. شو have منه؟ أنا قررت that I not part at the next competition. تعرفين have decided قرار مسبق. لكن لو I have decided now يبقى will. لو قال لي have decided best وتزب before يبقى هجيب going to. I'm going to take. Drive faster. سوء أسرع. If you don't hurry up. لو لم تسرع شيء نقط the baby. By the time they have been before we get to the hospital. قبل ما نوصل المستشفى. تقول by the time we before والحاجات دي ممكن اجيب بعدها future perfect. Drive faster if you don't hurry up. She will have had the baby. By the time we get to the hospital. يعني لو لم تسرع هيكون بيبي تسقط وقف على الدواسة وكون خلفت خلاص وولدت. فهذا تكون اكتمل. Will have had. The mechanic. The mechanic not repairing your car by the end of the week. By وبعديها مدة زمنية. يعني الميكانيك هيكون خلص تصليح عربيتك قبل نهاية الأسبوع.
يبقى مستقبل تام، يبقى ذا ميكانيك ويل هاف فينيشد، ويل هاف فينيشد. 44 وي ستاديينج ذيس بوك باي ذا اند اوف ذا سير، هنكون انتهينا مذاكره الكتاب ده بنهايه العام يا جماعه. دي مستقبل تام، فينيش ولا ويل بي فينيشنج ولا ويل هاف فينيشد؟ طبعا الاجابه ويل هاف فينيشد. اللي بعدها يا شباب، نمبر 45 تومورو طبعا وي ار بلاينج تنس تومورو، احنا مرتبين نلعب تنس فروم 3 كلوك من الساعه 3 انتل هاف باست 4 للساعه 4:30 سو ات 4 كلوك، يبقى الساعه 4 هنكون لسه بنلعب، وي ويل بي بلاينج، ده مستقبل مستمر. لكن لو الساعه 5 هنكون خلصنا خلاص، تبقى ويل هاف بلاينج. لا الاجابه يا جماعه ويل بي بلاينج. تومورو وي ار بلاينج تنس فروم 3 كلوك انتل هاف باست 4 سو ات 5 كلوك وي تنس، الساعة 5 هكون خلاص خلصنا ويل هاف بلايد، مستقبل تاني. I predict اتنبأ that in the future في المستقبل موبايل فونز much smaller where are going to be are will be، جملة باسيف فيوتشر سيمبل will be. I'm going on holiday and I am هوب اجازة on Saturday this time next week I on the beach. حلوة، انا هقوم باجازه انا يوم السبت مثل هذا الوقت الاسبوع القادم هكون قاعد على البلاج وممدد ويل بي لاينج. يا بختك يا عم. ات 1 اوكلوك تومورو الساعه 1 بكره اي لانش وذ ماي فاميلي، طالما ذكر لي مده زمنيه يبقى عكس هيكون مستغرق لمده في المستقبل، يبقى فيوتشر كونتينوس يا جماعه. ات 1 اوكلوك تومورو وات ويل يو بي دوينج؟ اي ويل بي ايتينج. باي 10 اوكلوك تونايت بحلول الساعة 10 بالليل هكون خلصت الورك بتاعي، اي ويل هاف دن قبل الساعة 10. ليتس ايت دينر وين جون نوت هير، جيتس ولا ويل جيت ولا ويل هاف جيت ولا؟ طبعا الإجابة ليتس ايت دينر وين جون جيتس لما يوصل. 52 اكسبرتس الخبراء سينك ذات كايرو نقط باي مور ذان هاف ا مليون بيبل نيكست يير، ده عادي تنمو بدون دليل ويل جرو ويل جرو. اي ام جوين تو ذا ايربورت، انا رايح المطار ان امينت ماي بلين ات 10 كلوك تايم تيبل ليفز. 54 ويك مي اب صحيني باي 9 صحيني باي 9 كلوك قبل الساعة 9 I long enough by then هكون نمت نوم كفاية، مستقبل تام I will have slept. Look I can give you a lift to the station because I that way anyway. بص أنا ممكن أوصلك في المحطة لأني هكون ساعتها سايق في الطريق ده مستمر will be driving. My family مادام قال ماي فاميلي اعتبرها على طول بريزنت كونتينوس. مي اوت توداي فور باسنج ماي اكزام، بيكرموه ار تيكينج ومرتبين. ماي براذر كريم لو ات كايرو يونيفرستي نيكست يير هاز ستادد والستادي از جوينت تو، طبعا ده حدث فيه بلان از جوينت تو ستادي. باي ذا تايم ماي براذر از 30 قبل ما اخويا يتم ال 30 هيكون بقى محامي ناجح. ده يا جماعه اللي بقول عليه باي ذا تايم وبيفور والحاجات دي وراه بريزنت سيمبل او بيرفكت، يبقى تاني فيوتشر بيرفكت. باي ذا تايم ماي براذر از 30 يعني قبل ما يتم 30 هيكون خلاص اصبح محامي مشهور ويل هاف بيكم ان ذا فيوتشر، يعني علامه فيوتشر سيمبل في المستقبل كمبيوترز الحاسبات الاليه تراديشنال بوكس ويل ريبليس ويل بي ريبليسنج ولا ويل بي ريبليسد، ده فيوتشر سيمبل جملة باسف. أنا بقول في المستقبل الحاسبات الآلية هتحل محل الكتب التقليدية، يبقى ويل ريبليس. لكن لو جايب التريديشنال بوكس يبقى ويل بي ريبليس، افهم الجملة، جملة أكتف ويل ريبليس هتحل محل. نمبر 16 ان ذا فيوتشر في المستقبل موست اوف اور ورك معظم شغلنا باي ماشينز ويل بي دوينج هاز بين دان ويل بي دان ويل بي ولا ويل بي دان، بس في مستقبل بسيط
will be done. By the time we get to the stadium, قبل ما نوصل الاستاديوم, the match will have started, was starting. لسه قديم زي هالدقتي. قبل ما نوصل أكون مباراة بدأت. يبقى will have started. In the future, every new book, كل كتاب جديد will probably be as an e-book, كإلكترونيك بوك, كتاب إلكتروني يعني. Will probably be published. حاسس إن كل الجمل عندكم صح. We hope that the road نقبل الطريق early morning traffic. الطريق ولا يقلل ال early morning traffic. Is reducing ولا will have been reduced ولا will be reduced ولا will reduce. الطريق يا جماعة لا يقلل زحمة المرور الصبح. Will reduce. ممكن أكتب. She is going to look for a job. هتبحث عن وظيفة as soon as she in London arrive. Have arrived. Will arrive. يجي ترى arrive وهاف يا ابني أنت إزاي أقول she وهاف. ازاي يا حبيبي اخد شيء وقرايب من غير اس لازم قرايبس. There won't be anyone in the office. مش هيبقى في حد في المكتب. Everyone home. مش هيبقى في حد في المكتب يبقى كله يبقى لانه هكون غادر روح البيت يعني حتى هكون اكتمل. Will have gone home. This time tomorrow في مثل هذا الوقت بكرة. ايه اللي يحصل؟ We will be celebrating. اكون محتفل because we اول اكزام كل خلصت امتحاناتك خلاص. عشان because we will have finished هنكون خلصت خلاص يا جماعه. will have finished 67. by the time you get home قبل ما توصل البيت I the house from top to bottom البيت من القمه للقاع هكون نظفت خلاص. will have cleaned. مهم قوي. اكسبكت ذات الاهلي كالعاده يعني ذا ليج الدوري زي هاف ذا بيست بلايرز عندهم احسن لعيبه عندهم مارسيل كولر ترينر الايجيبت يجي طالب يقول لي بس مش ده دليل. دليل يا حمار انت مش دليل. اكسبكت ما بياخدش حاجات غير من خالص. اكسبكت ذات الاهلي ويل وين فور بينج سترونج مايندد شي نوت ايزلي. She won't persuade, won't be persuaded, is not going to persuade. جملة بس في الآخر. لأنها عندها strong mind دماغها ناشفة يعني. She won't be persuaded. لن تقنع بسهولة. passive. ده homework يا شباب. homework المرة الجاية. التست بتاع unit 3. نخش على اللونج مان وعلى جريدة الجمهورية. ثواني بس اقلب الصفحه. يلا عمر عشان نكمل بيت الهومورك بتاع الحصه اللي فاتت كان اللونج مان وجريت الجمهوريه على جرامر يونت 3 اللي هو بيتكلم على الفيوتشر. يعني الطالب لو حتى ايه لو ودر ميلون بطيخه يفهم من كتر الحل. لونج مان على جرامر بتاع المستقبل هتلاقي 99% جاي على الرابط بتاع افتر وبيفور وهو انه از سون از. لو جالي بعديها بريزنت سيمبل او بريزنت بيرفكت يبقى تاني فيوتشر. نمبر 1 از سون از اي اول اهو از سون از بمجرد ان يو بوش ذيس بوتن تدفع هذا الزرار يعني ذا دور جوينت تو اوبن هاز اوبند اوبن ويل اوبن. طبعا ده بريزنت يبقى الثانيه ويل اوبن ويل اوبن. الاولانيه يا جماعه ويل اوبن. نمبر 2 وي ويل جو فور ا تريب. ادي هنا جاب لي ويل وجاي دي اسون اس في النص عكس الجمله اللي فوق. وي ويل جو فور ا تريب اسون اس اور كار هاز ريبيرد ولا ويل بي ريبيرد ولا هاز بي ريبيرد ولا هاد ريبيرد. مجرد ما عرفت انها تصلح يعني جمله باسف يبقى اللي جاي بقى هاز بين ريبيرد. ويل الجمله الثانيه يا بريزنت سامبل يا بريزنت بيرفكت. اي ويل ستي هير انتل نفس الكلام ادي مستقبل. انا اقعد هنا تل لينا ويل كام ولا كامز ولا هاف كام. يجي طالب يقول لي هاف كام يا ابني هاف كام ازاي ودي لينا مفرد يبقى اللي جاي بقى كامز بس. اي دونت نو هو ان ذا ميتنج ما اعرفش امتى الاجتماع ستارتس ولا ويل ستارت ولا ستارت ولا اي دونت نو هو ان ذا ميتنج عشان ذا تايم تيبل يبقى ستارتس. سلمى هاز جوت جمله دي حلوه قوي ولا ويل هاف جوت ولا جوت ولا جت تو ليف نتغادر ذا هاوس از سون از شي فيد مجرد ما تغذي هركات بيكوز شي هاز ان ارجنت بين عندها اجتماع عاجل. يعني سلمى has got to leave.
هات جوت للتعبير عن الضرورة والإلزام. اللي بعدها يا جماعة. يبقى سلمى هاز جوت تو ليف ذا هاوس از سون از شي فيدز كذا كذا. هاد يو بوت هاف يو بوت ديد يو باي ويل يو باي بريد بيفور يو كم هوم. بيفور بعدها مضارع قبلها مستقبل. يبقى ويل يو باي عشان بيفور. I didn't go, haven't gone, want to go, hadn't gone to the theater until I meet. دي بعدها present. يبقى انا I want to go. طب ليه دي يا جماعه لو هنا لو هنا to the meeting until I had met. كل خده didn't go فاهمني. Once اللي بمعنى مجرد ان as soon as اللي هي once I will finish finished have finished had started the meeting I will go to the club. طيب مجرد ما خلص هروح. يبقى الاجابه have finished مضارع تام. Will she return ولا have returned؟ Will return had returned home she will start preparing. خلاص يا جماعه مش ده will. يبقى when she returns. ما هو نفس النمط ده اللي جه في امتحان السنه اللي فاتت. حكايه الروابط بعدها مضارع ومستقبل. نمبر 10 as soon as نفس الموضوع. As soon as you see the criminal. مجرد ما تشوف الكريمنال. دي جمله حلوه بقى جمله امريه. الاجابه تليفون ذا بوليس. لكن ما اقولش بقى ويل تليفون. لكن ممكن اقول as soon as I see the criminal I will telephone the police. لكن ما فيش فاعل. يبقى في فاعل امر اللي هو تليفون. راحت فين؟ تليفون ايوه يا جماعه اهو. تليفون بس. As a moment I had prepared ولا will prepare ولا had prepared ولا was preparing everything for the party I will contact you. الجمله الثانيه فيها will. يا present يا perfect. The moment I have prepared. I promise I will call you as soon as I and will. As soon as I had had has had will have have بس. يجي يقول لي هذا يا ابني هذا هاد ازاي؟ دي لو have had معلش. لا as soon as I have. I will go out انا هخرج when I ما فيش غيرها have finished. مستقبل مضارع. When the movie لما الموفي have finished ولا ends ولا will end ولا ended I will go. الجملة الثانية فيها will يبقى ده present. لما الموفي ends. When I return نفس الموضوع كله نمط واحد. When I return home لما ارجع البيت I not going to start I haven't started will start won't start studying because I have a headache. ناوي ما يذاكرش يعني. I won't start. Are you asked? Have you asked? Will you ask? Did you ask? I mean for help. When you are in trouble? Are you asked? مش متركبة. Have you asked? بيجي when? بعدها مضارع. يبقى قبلها مستقبل. Will you ask Amin for help? هل تطلب من أمين يساعدك لما تكون in trouble? يبقى will you ask. I will start writing. ادي ويل المصدر. انا هبدا كتابه ذا ريبورت. وانس مجرد اي هاف دن. مضارع تام. التين وين وي هاف دن لما كنا عملنا الاكسبيرمنت التجربه المعمليه. وي نوت ووز ديسكاسينج ديسكاسد هاف ديسكاسد ولا ويل ديسكاسد. طبعا ويل ديسكاسد هنناقش النتائج. مستقبل ومضارع. دو يو ثينك ذات ارتفيشال هل تعتقد الذكاء الاصطناعي will be replaced will replace had replaced going to replace doctors and nurses هيحل محل. لكن مش بس will replace. لكن لو جايب الجمله العكس لو جايب الدكتورز والنيرسز يبقى الدكتور والنيرسز will be replaced by artificial intelligence. دول هيحلوا محل الدكاتره والممرضات. I think it is going to be ولا is being ولا will be ولا will have been hot tomorrow. تنبؤ بدون دليل. I think it will be. حل كتير تقفل في الانجليش. نمبر 21 my little grandchild حفيدتي الصغيره will be ولا will have been ولا is going to be ولا would be 3 هتتم 3 سنين next friday. ده حقائق مستقبليه مؤكده يا جماعه. بستعمل future simple. بستعمل will والمصدر يا شباب. يبقى الاجابه
will be it. My little grand, ايه ده رحت فين انا بقى معلم غلط معلش الاجابه يا جماعه هنا فين my little will be. I hope the exam isn't being ولا isn't going to be ولا won't have been ولا won't be difficult. I hope يا جماعه يجي ورايا يا اما future simple يا present simple. الاجابه won't be. You don't think she's ill. حلو قوي في الكويشن تاج دي يعني ان شاء الله مش هحط كويشن تاج مع بعض. انت لا تعتقد ان هي شيز ال جمله منفيه يبقى انا عامل الكويشن تاج مثبت. الحاجه الثانيه بقى انا لو عندي فعل اسمه سينك او بليف او نو او كلام من ده لو انا بادئ الجمله باي او وي اي او وي يبقى الكويشن تاج هيبقى على الجمله الثانيه. لو بادئ باي حاجه غير اي او وي يبقى الكويشن تاج على الجمله الاولى. يو دون سينك انت لا تعتقد ان هي شيز ال. دو يو Do you? لكن انا لو قلت I don't think she's ill isn't she هتبقى الجمله الثانيه. ده خباز بقى في الكوشن تاج اما اشرحه لكم ان شاء الله. You shouldn't mix لا تختلط بالباد فريندز better alone than in. حلوه 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 باد كومباني. يطلع يقول لي هنا باد كومباني يا حبيب قلبي كلمه كومباني هنا جايه بمعنى صحبه والصحبه دي تعتبر uncountable noun يبقى نو ارتكل. لكن لو كومباني جايب معنى شركه هحط الاداء ايه اكومباني واجمعها الى كومباني. لكن انا بمعنى صحبه يبقى الاجابه نو ارتكل. اي دونت بليف هي سايز هي جوالي تيلز اي دونت بليف وات هي سايز. انا لا اصدق اللي قال وات هي سايز. وات هنا عايده على ذا سينج هي سايز وات. خش على الجمهوريه يونت 3 جرامر تاني يا جماعه نفس الموضوع. وي ونت باي مش هيشتري ايفونز انتل زي شيبر ار شيبر ار بينج شيبر والبي شيبر ما جاب لي ويل هو مش فرح ويل يبقى ار. At this time of year في نفس هذا الوقت السنة الجاية وي grandma's 19th birthday هنكون ساعتها بنحتفل. ويل هاف سيلبريتد ار جوينت تو سيلبريت هاف سيلبريتد ويل بي هنكون اهو حدث هيكون مستغرق لفترة معينة في المستقبل. ويل بي سيلبريتنج باي ذا يير 2030 قبل حلول 2030 20 years in teaching هكون كملت في اي ناقصه انا اي ويل هاف كومبليتد. لا انا هكون تميت 42 سنه تدريس ربنا يديك الصحه. اي ويل هاف كومبليتد 20 years 42 years in teaching. ذا مومنت يو نقط ات ذا ايربورت اي ويل بي ويتنج فور يو. اللي في لحظه توصل فيها المطار هكون مستنيك. ذا مومنت يو ارايف فين ارايف مفيش ارايف يبقى تنفع هاف ارايفد ودي ادق طبعا. اي انتند حط خط تحت انتند وانت تجيب الاجابه. انتند وانتنشن بيقلب الجون تو لو فاكرين. اي انتند تو ترافل ابرود اي ان لندن. انتند يا شباب خلاص واضحه قوي قوي واضحه يا بني ادم. اي انتند يلا يبقى الاجابه اي ام جوينت تو ليف مش كده يا جماعه ولا ايه؟ I intend يلا I'm going to live. The investigator المحقق said to the woman قال للمرأة once we not enough information about your son عن ابنك we will tell you. جملة تانية مستقبل. Once بمعنى أستن وإز. Will have ولا have had. Are going to have ولا are having. Once we have had. Keep working hard until the exam. until في اي دي اي بقى اي كيب وركينج هارد انتل اي باسس باست ويل باس الاجابه طبعا هاف باست. اي وونت بي ايبل تو رايت مش هكون قادر اكتب ذا ريبورت انتل اي ذا ريسيرش. خلاص يا جماعه هاف دن هاف دن دي اختصار هاف دن. وانس ذا ريسيرش اي ويل ستارت رايتنج ذا ريبورت. ما هي برضه الاجابه once I have done when I have done the experiment بكون عملت التجارب all the results I will have collected will collect when I have done the experiment I will collect هجمع. once you have finished مجرد ما تخلص your homework your room please will you tidy You will tidy, do you tidy, have you tidy? طبعا الإجابة ده سؤال يا جماعة. Will you tidy؟ سؤال 52
people want to travel. الناس مش هتسافر in space until it less expensive. ادي مستقبل محتاج مبارعة. will become has become become became. ما فيش becomes. خلاص يبقى الاجابة has become. وطبعا has become ادق طبعا في المعنى. people electric cars until they have discovered a way طبعا to go longer distance without being charged. طبعا people يا ترى wouldn't buy ولا don't buy ولا want to buy. مش جملة تانية فيها have discovered يبقى want to buy. 54 when you not school will you join the university. طبعا تنفعش اقول when you leave have left. طبعا تنفع مضارع تام. until I a lot of money I want to buy a car. until I have saved برضو until I have saved. I a lot of money I want to buy. I have just started to feel hungry. I think I not something to eat. I think I will have. I'm having will be having. طبعا أنا I have just started to feel hungry. I think I will have. أعتقد أنا هكون هتناول. I think I will have. We have already arranged. الله طب يا ابني انت فاهمنا الموضوع اصلا يعني احنا arranged to spend the weekend in the country we not at 6 tomorrow morning. اه حلوه الجمله دي اصلا. احنا رتبنا خلاص to spend the weekend in the country we not at 6 o'clock tomorrow. يا ترى الاجابه we will travel ولا are traveling ولا travel ولا are going to travel. طبعا واضحه جدا جدا. Not once ولا till ولا before ولا as I have connected to the internet I will download some new songs. طبعا بقى واضحة جدا مش ده يا جماعة هنا will download خلاص يبقى الإجابة once اللي هي بمجرد أن. never quit تعرف quit يعني تكت تهرب تزوغ تترك تغادر تهرب. never quit a job you have till you not another one. till you found ولا have found ولا will find. طبعا till you have found you have found لكن فاش قلت till you found المضارع بتاعها find. the day you not from university I will buy you a car. اليوم اللي هتخرج بيه الجامعة هشتريك عربية. the day you have graduated ولا will graduate ولا are graduated ولا طبعا the day you have graduated. يبقى عندك انت الامور بتاعك مالكش دعوه بالريفيجن دلوقتي هحلها معاك انا بنفسي. هيبقى عندك واجب جامعه بتاع اللونج مان والجمهوريه على يونت 3 فوكابلري وعندك التست. ربنا معاك يا رب. كان معاكم مستر نبيل بكير معلم خبير لغه انجليزيه. باي باي.